الجيران اللي المفروض انهم زي الاهل بالظبط، بل يمكن في ناس بتشوف جيرانها وتعاشرها اكتر من اهلها، وفي جيران تعرف من اسرار جيرانها اكتر من الاهل برضو، وجيران بتساعد جيرانها كانهم من عيله واحده. الجيران اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليهم وامر بضروره حسن رعايتهم والاطمئنان عليهم. اعرف راجل كان ساكن في شارعنا زمان، له جار سافر وساب مراته وولاده لمده كبيره. هذا الجار يا حضرات الساده الافاضل كان لا يمكن يفطر او يتغدى او يتعشى هو او مراته او ولاده قبل ما يطمن ان مرات جاره وولادها اكلوا. قبل ما يدفع ايجار شقته كان يدفع ايجار شقتهم. قبل ما يجيب هدوم العيد لولاده كان يجيب لولاد جاره. لو حد من الولاد عي يبقى هيقطع نفسه ما بين دكتور وادويه ومستشفى لو لازم الامر. ولما كان حد او اي حد يندهش من تصرفاته كان يقول ده جار يا ناس، ده العشره والزماله، ده الصبح والمساء، ده الفرح والزعل. ازاي اتخلى عن ولاده وهو مش موجود؟ دي مسؤوليه في رقبتي لازم اتحملها. اهو هو ده الجار الحقيقي، ده الجار اللي يراعي جاره، مش كده ولا ايه؟